التالي عوقب على بناء على هذه الماده واللي هي مباراه واحده وعشر آلاف ريال. ابو خالد ارجع معك تعليقك على القرار. والله طبعا شوف صراحه بكل امانه صدر قرار واعتقد انه لجنه الانضباط انه قرار سليم بالنسبه لهم. والمهم يا ابو انه في انه يعامل النجم زي كريستيانو رونالدو يواجه شبح الايقاف في الدوري السعودي بسبب ميسي. إيقاف وغرامة، هذا ما ينتظر رونالدو بعد تصرفه المشين. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. كريستيانو رونالدو يواجه شبح الإيقاف في الدوري السعودي بسبب ميسي. يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شبح الإيقاف في الدوري السعودي بعد حركته الغير أخلاقية التي قام بها خلال مباراة فريقه أمام الشباب بعد ترديد جماهير الليث اسم غريمه التقليدي ليونيل ميسي. وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم السعودي بدأت فتح تحقيق بشأن الحركة الغير أخلاقية التي قام بها كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب والتي تسببت في امتعاض كثير من المشاهدين والحضور. وبحسب الصحيفة إن لجنة الانضباط ستدرس الحالة التي التقطتها مقاطع الفيديو خلال آخر المباراة فورا على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين. وإذا تمت إدانة رونالدو قد يواجه الدولي البرتغالي الإيقاف عن المباريات الحاسمة لفريقه، وهو ما سيكون بمثابة ضربة موجعة للنصر الذي يتصارع على صدارة جدول الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال. وحقق النصر فوزا مستحقا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما في ديربي الرياض ضمن لقاءات الجولة 21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. إيقاف وغرامة، هذا ما ينتظر رونالدو بعد تصرفه المشين. كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن عقوبة قاسية تنتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي بسبب تصرفه المشين في مباراة فريقه الأخير أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين. وخلال المباراة التي انتهت بفوز صعب للعالمية 3-2 قام رونالدو بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب، مما دفع إدارة الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للعبة. وبحسب مصادر الصحيفة الواسعة الانتشار فإن اللجنة تتجه لإيقاف الدون مبارتين على الأقل، إضافة إلى تغريمه ماليا بسبب سلوكه الغير رياضي. وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة بعدما خرج عن النص بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب. وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الدولي البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب. ويبدو أن الدون استفز بعد هتاف جمهور الشباب المتكرر باسم غريمه التقليدي ميسي في المدرجات. رونالدو يثير الجدل مجددا، النجم البرتغالي مهدد بالعقوبة بسبب حركة غير أخلاقية في مباراة النصر والشباب. كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتجاه لجنة الانضباط في الدوري السعودي إلى إيقاف كريستيانو رونالدو نجم النصر. وقالت الصحيفة إن لجنة الانضباط تتجه لإيقاف رونالدو لمدة مبارتين كعقوبة له على السلوك الغير رياضي عقب مباراة فريقه ضد الشباب في الدوري السعودي. واحتفل رونالدو بفوز فريقه في الدقائق الأخيرة على الشباب في ديربي الرياض في أرض الملعب، وفاز النصر على الشباب في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وسجل كريستيانو رونالدو هدف فريقه الأول من ركلة جزاء. ولم يخسر النصر آخر سبع مباريات لعبها ضد الشباب في جميع البطولات بعدما فاز خمس مرات وتعادل مرتين. وبشكل عام حقق النصر الفوز في آخر تسع مباريات في الدوري السعودي. إيقاف رونالدو وتغريمه ماليا بسبب حركته لجمهور الشباب في مباراة النصر والشباب عاجل جدا. ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي قرار حاسم من قبل لجنة الانضباط بعد النهاية من التحقيق في واقعة الاحتفالية الغير أخلاقية خلال مباراة الشباب الأخيرة في دوري روشن. إدانة رونالدو الانضباط تعاقب نجم النصر. وقامت قناة العربية بعرض لقطة رونالدو الغير أخلاقية ضد نادي الشباب في الجولة 21 من خلال كاميرات النقل الرسمي. اللقطة تؤكد أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بات من السهل إدانة كريستيانو رونالدو دون جعل القضية استثنائية عن الحالات العادية.
عادية لقرارات اللجنة، ومن المتوقع أن يتم إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة مباراتين في دوري روشن لكرة القدم وتغريم 20,000 ريال سعودي. ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 52 نقطة. تيري كريستيانو هو المثال الذي يجب أن يحتذى به. أثنى قائد تشيلسي السابق جون تيري على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي وعلى ثبات مستوى رغم تقدم عمره واستمراره في اللعب بقطالية وروح عالية. وقال كريستيانو رونالدو هو المثال الحقيقي الذي يجب أن يحتذى به لاعبي كرة القدم الشباب في حياتهم المهنية. كريستيانو رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، قد يراه البعض أفضل لاعب جاء في تاريخ الكرة، ولكن في هذا المقال سأوضح لحضراتكم لماذا يعد الحديث عن رونالدو بالسلب من المعيبات. رونالدو منذ أن بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم محترف وهو صاحب عزيمة وإصرار غير طبيعي، أصبح صاحب 39 عام حلم للجميع فقط رؤيته أو حتى الوصول إلى منتصف مستواه في موسم واحد. رونالدو أصبح الأيقونة التاريخية لدوري روشن، الهداف التاريخي لكرة القدم، أصبحت يشككون بقدراته في موسم 2021 بعد تراجع مستواه رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي لينتقل إلى النصر السعودي في صفقة رآها البعض. قد تكون نهاية الأسطورة البرتغالية. تقارير تكشف أرباح كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي. كشفت تقارير صحفية عن حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو على مبلغ مذهل في نادي النصر السعودي منذ انضمامه قبل ما يزيد قليلا عن عام. وانضم اللاعب البالغ من العمر 39 عام إلى النادي السعودي في يناير 2023 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد. ونشرت صحيفة ديني ميل البريطانية تقريرا قالت فيه إن كريستيانو رونالدو جمع مبلغا مذهلا من المال منذ توقيعه مع النصر قبل ما يزيد قليلا عن عام. وأوضحت أيضا يحصل رونالدو على 200 مليون يورو سنويا، 177 مليون جنيه استرليني مع النصر ليصل راتبه إلى 3,403,846 جنيه استرليني في الأسبوع. وبحسب ما نقلته الصحيفة فقد حصل رونالدو أيضا على مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو 88.5 مليون جنيه استرليني عندما أبرم الصفقة حتى يونيو 2025. واختتمت المهاجم صاحب 39 عاما رد الجميل للفريق السعودي بتسجيل 47 هدفا في 53 مباراة، وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسح عقده مع مانشستر يونايتد. ويتصدر رونالدو ترتيب هداف الدوري السعودي ب 21 هدفا متقدما بهدفين عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال. شاهد تصريحات نارية من مدافع النصر عن كريستيانو رونالدو. كان للأمير ممدوح رحمة الله شغف بكرة القدم منذ صغر وقد انخرط في صفوف. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل سيتم إيقاف كريستيانو رونالدو؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.